شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار على طرح هذا السؤال المهم. بغيت غير نذكر بانه الحكومات المتتاليه يعني تطرقت لهذه المشكله هذه ديال النقل بالعالم القروي، وكيف تتعرفوا اعتمدت منذ 1986 مجموعه من المبادرات، منها خلق النقل المزدوج، اصدار واحد العدد ديال الدوريات واعتماد دفتر التحملات باش ياثر هذا النقل هذا، انجاز واحد المجموعه ديال الدراسات على الاصعده الاقليميه شملت 58 اقليم باش نتعرفوا على الحاجيات الحقيقيه ديال ساكنات هاد الاقاليم، واعطاء الاولويه للملفات اللي متعلقه بهذا النقل هذا فيما يخص المعالجه ديالها من طرف اللجنه ديال النقل من بعد ما تجينا الموافقه من اللجان الاقليميه. رغم ذلك تنشوفوا بانه السكان ديال هذه المناطق ديال العالم القروي والمناطق الجبليه مازال ما تيتوفروا على واحد وسيله ديال التنقل اللي هي في المستوى اللي تنبغيو. تنشوفوا اليوم بانه في التفعيل ديال الجهويه المتقدمه تنخدموا وتنعملوا مع وزاره الداخليه باش نشوفوا كيفاش نقدروا نواكبوا المجالس الجهويه باش تقوم هي بالاختصاصات ديالها في مجال النقل كما جاء في القانون اللي تيأثرهم هذا. وتنبقاو بالطبع من خلال اللجنه ديال النقل منفتحين على البت وعلى منح رخص النقل المزدوج من بعد ما تجينا من اللجان الاقليميه. للاشاره فخلال سنه 2022 تمنحت خمسه ديال الرخص جديده، ماشي رقم كبير، وتبلغ اجمالي هذا الرخص اليوم 3875 رخصه، 33% منها بوحدها اللي هي حقا مستغله. من جهه اخرى الوزاره في اطار رفع من الجوده دخلت منحه ديال يعني ديال تجديد الحاضره المركبه، دخلت النقل المزدوج ايضا من ضمن هذه المركبات اللي يمكن لها تستافد بقيمه 180 درهم. في اطار الدعم الاستثنائي ديال المحروقات ايضا يعني قمنا بدعم هذا النوع من النقل. بخصوص القضيه ديال التعريفه ديال هذا النقل هذا، كيف تتعرفوه راه مأثر اقليميا كما هو الحال بالتأطير ديال التعريفات ديال سيارات الاجره. شكرا.